ارتفاع معدل الأطفال المصابين بالتوحد تشهد عليه مختلف المؤسسات الاستشفائية التي تعجز على استيعاب العدد الكبير من الأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى التكفل بهم. أنا شخصيا يعني راني مشوكي كما نقولوا العدد الهائل من العائلات توافد الى المستشفى والعدد يعني دو لا دوموند اللي راهي زايده، وهذا ماهوش يعني راي شخصي، راي كل الزملاء الاطباء اللي راهم يقولوا بلي حاله استعجاليه. سي ان فيريتابل بروبليم دو سونتي بوبليك. انشاء مركز مرجعي للتكفل باطفال التوحد هو ما يدعو اليه المختصون، مع التاكيد على ضروره التفكير في كيفيه التنسيق المتعدد القطاعات لضمان التكفل بهذه الفئه. 19 ماي 2021 أنه اصدر عدة قرارات، من أهمها هو إنشاء مركز مرجعي وطني للتكفل بأطفال التوحد، وأيضا إنشاء المدارس الوطنية العليا للتكوين. هذا مهم جدا. اليوم رانا حبينا يحضر هنا المختصين المهنيين أولياء بعض الأطفال اللي عندهم اضطراب التوحد، ويكون اليوم هذا في شكل ورشات عمل تنتهي إن شاء الله بعدة توصيات، ورشات عمل متعلقة بكل مواضيع اللي تهم يعني عن قريب ولا عن بعيد فئة أطفال اللي عندهم اضطراب التوحد. شفتوا أول شيء نتكلم على الوقاية، نتكلم على التشخيص، نتكلم على الفحص الأولي اللي به ممكن أننا نتكفلوا بهذه الفئة ونتكفلوا بالعائلات ونكونوا سند للعائلات اللي عندهم أطفال توحد. إدماج أطفال التوحد في المؤسسات التربوية والتقليل من حدة اضطرابهم يعتمد بصفة أولى على التشخيص المبكر من جهة والتكفل الحقيقي بمرافقتهم منذ السنوات الأولى للطفل.